مصر مش عزبة، مصر لكل المصريين. كان هذا هو الاسم الذي أطلقته القوى السياسية المدنية على مليونية اليوم التي جاء على قمة مطالبها حل الجمعية التأسيسية للدستور. ميدان التحرير الذي بات قبلة لمليونيات اليوم استقبل مسيرات عدة من أكثر من مسجد، حيث انطلقت مسيرات من مسجد الفتح ومصطفى محمود والسيدة زينب. ومن أبرز التيارات التي شاركت في المسيرات حزب التيار الشعبي وحزب الدستور وحركة السادس من إبريل والاشتراكيين الثوريين. مشروع نهضة إخوانية، مشروع نهضة خيماوية، مسرحية 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 مسرحية، والعصابة هي هي والعصابة هي هي. الدستور ومسودته كانت الشغل الشاغل لعدد كبير من الوجوه البارزة التي شاركت في فعاليات اليوم. المطالب معروفة، يعني احنا كنا نازلين الجمعة اللي فاتت عشان نطالب جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن كل المصريين، تصنع دستور يعبر عن حلم الشعب المصري لدستور يعبر عن كل طوائفه. وكنا نازلين الجمعة اللي فاتت برضو عشان نتكلم عن مطالب للعدالة الاجتماعية. النقطة الرئيسية هي إسقاط التأسيسية، لأن الدستور ده مش للنهاردة ولا لبكرة ولا لحكومة بعينها ولا لبرلمان نجح بقانون الغالب. ده دستور مصر الحرة اللي حلمنا بيها ودفعنا الثمن علشان تكون دولة عصرية مدنية، وإحنا نزولنا لإسقاط التأسيسية لأنها قانونا غير مقبولة وباطلة. الوقفة النهاردة من أجل مصر والمطالب حل التأسيسية وانتخاب تأسيسية تكون فيها خبراء في الدستور وممثلة كل فئات الشعب. اشتباكات الجمعة الماضية بين أنصار الرئيس مرسي والقوى الليبرالية التي شاركت في جمعة كشف الحساب بعد انتهاء مدة 100 يوم التي طالب بها الرئيس كانت السبب الرئيسي في تنظيم جمعة اليوم. ما يحدث في الشارع السياسي المصري اختلف المحللون في تفسيره، فالبعض يسمونه بالانقسام بين التيارات المختلفة فكريا، وآخرون يسمونه بالتوحد في الصفوف لمواجهة سيطرة فصيل سياسي تفوق في مرحلة سابقة.